فبنتابع بالمخدرات الإنشاقية. عندي 5 غازات، هذا الغاز ضعيف جدا، هذا الغاز قوي جدا، هذول 3 بيشبهوا بعضهم في أغلب الصفات. طيب بالنسبة لقيمة الماك إلون، نحن اتفقنا الغاز اللي قيمة الماك عالية هو غاز ضعيف، وإذا قيمة الماك منخفضة فهو غاز قوي. أنت تخيل أنت عندك 2 من السموم، هذا السم إذا عطيت منه قطرة واحدة هو سم فتاك، بينما هذا الدواء بدك تعطي كمية كبيرة لحتى يموت. مين الأقوى؟ معتهد. فاللي قيمة الماك هو الأقل هو القوي، واللي قيمة الماك كبيرة هو ضعيف. وبالتالي النيتروس أوكسايد NO2 هو قيمة الماك كتير عالية، لاحظ هو أعلى قيمة، الوحيد فوق 100، فهو أضعف الغازات. الهالوثان أقل من 1 هو أقوى الغازات. إيسوفلوران، ديسفلوران، سيفوفلوران، هدول قريبات على بعض. هلا كطريقة حفظ NO2 105، إذا بتلاحظ هاي الرقمين مش بيشبهوا الصفر، يعني هاي الـ O وهاي الـ 2 بتشبه هاي الصفر وهي الخمسة، يعني شوي صح؟ يعني الـ NO2 بتشبه هاي 105، الـ NO2 هو أضعف الغازات، هاي 105. طيب الهالوثون، هلا الهالوثان له طريقة مختلفة. آيسوفلوران، شوف أول رقمين، أول حرفين، الآي بيشبه الواحد صح؟ الاس وهي الاثنين وهي نقطة. الايسوفلوران، طب بدك تتعكس الأحرف شوي، تخيل شوي، يعني حرك لي مخك شوي. الايسوفلوران 1.2، الدس فلورين، طبعا هو طريقة حفظه وراح تساعدنا كثير بعدين، شوف كيف مكتوب، يعني هيك كأنما دي فلوغ، الزهور صح، الوردات، يعني الوردات شيء حوالي 5 وردات صح، 5 وردات. وعلى فكرة هذا الدواء مميز برائحته، هل بناخده بعدين إن شاء الله، مثل ريحة الورد، الورد بيذكرني بالرائحة. أوكي، هذا أهم صفة فيه هو الرائحة. طيب سيف فلورين كمان له قصة وربط، بس مفتاحها منها لمشان أكسر عليك الرهبة، هو رقم 2. سيف، سيف بالتركي بيقولوا سافيور، سني سافيور كادن، يعني سافيور يحب صح. المحبة بتصير بين 2، المحبة بين 2. أوكي سيف، المحبة بين 2، هاي 6، هذا الرقم عرفناه بيشبهه، و NO2 هو مثل هاي اللي فيه 0 و5، NO2. هلا رح ناخذ كل غاز لحال، واحتمال اعملهم كله فيديوهات قصيره مشان سهوله التحميل والمشاهده. هلا من الصفات المشتركه بشكل عام، وما في استثناءات، لكن بشكل عام انه كلهم بيزيدوا التوتر داخل القحف، تمام، كلهم ممكن يوسعوا القصبات، كلهم لهم تاثير قلبي مثبط للقلب وخافض للضغط، باستثناء الانو اللي بعض الحالات ممكن يخفض الضغط، بعض الحالات ممكن يرفع الضغط، لكن اغلبهم بيخفضوا الضغط، بيوسعوا القصبات، على الدماغ بيزيدوا التوتر داخل القحف. اوكي بالنسبه للكبد ممكن يكون في اذيه كبديه، ممكن يكون في سميه كلويه. اوكي هذا بشكل عام، لكن في استثناءات، تمام. بشكل عام كلهم يزيدوا التوتر داخل القحف، يوسعوا القصبات، يخفضوا الضغط، كبديه كلويه. الـ NO2 يزيد، ممكن يزيد الضغط، كل ممكن يدخل عضلات الهيكلية باستثناء الـ NO. أوكي؟ اللي ممكن يعمل تقلص عضلات هيكلية. الـ NO هو أضعف الغازات، طبعا بالعطاء ممكن نعطي مشاركة بين أكثر من غاز، لكن الـ NO بالذات كتير ضعيف أنه نعطيه لحاله، نعطيه بمشاركة مع باقي الغازات. هذا رح نحكي شوي تفصيل على الـ NO. أوكي، فالنيتروس أوكسايد فين نبلش؟ هلا الماك 105 ممكن يعمل زيادة توتر داخل القحف، على الضغط الدموي الشرياني ممكن يرفع الضغط أو ممكن يعمل تسرع قلب، يقلل الجيران الكبدي، يقلل التروية الكلوية. بالنسبة للعضلات ممكن يعمل صلابة عضلية، هاي مميزة له صح؟ هلا في فكرة أنه بما أنه الماك مرتفع وهو ضعيف، فإذا أعطيناه ممكن حتى ما يسبب تخدير، يسبب فقط تسكين ألم، لذلك نستعمله بالمعالجات السنية صح والولادة.
في معلومة كمان إنه بهذا بيسموه غاز الضحك، يعني مو شخص يصير يضحك يضحك من دون سبب مثل الكرتون، لا، إنما بيحس بحال إنه ينسى القلق، بحس حاله بالاستعداد للضحك، يعني أقل نكتة ممكن يصير يضحك زيادة. لكن الشيء الواسم له ولازم أحذرك عليه وهام جدا جدا هو مضادات استطباب المطلقة، هاي شغلة واسمة له، إنه هذا الدواء ممكن يرفع الضغط داخل الأحياز، يعني لذلك ما نعطيه إذا كان في ريح صدرية أو انسداد معوي أو فقاعة هوائية داخل المقلة، مقلة العين، أو ترقيع غشاء الطبل، أوكي، أو تهوي الدماغ. هام جدا 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 إنه هذا الدواء الـNO2، ذكر الـNO2 هو اللي له علاقة بالغازات، هام جدا. إذا في كان في أحياز وفيه هواء وتخاف من ارتفاع الضغط فيها، انتبه من الـNO2، انتبه، هام جدا جدا.